بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. وواجباتها سبعة، يعني أوشتاني كلن يجي مردوا واجبا إنسان جاهبا حوداني. النية نية نيوجك بيري، والقيام بباو نيوجك خويني أوجدال أقر كسك مكلفة كتواناي ببيع. وأربع تكبيرات، وشواردان الله أكبر لشوين هايج المتفاوتة. أما شوار أم يكو دو أمسه، والفاتحة سورة فاتحة بخواني. أما شوار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لخلال نجكة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة لدانا سر في غنبر درودي خايل سر به ديار لدعاء الله أكبر دوما ما كما جمع وشوار دانا تارا. وأذن الدعاء للميت، وكم ترين دعاء بومردوك مثلا، وهو أذن دعاء شيء بلاي مثلا اللهم اغفر لهذا الميت بلاي خوايا لم مردو خوش بي يا اللهم ارحمه مثلا ما بهج تائرة. والتسليمة الأولى وصلاة دانوي أول، يعني أو صلاة دانوي أول دو جار صلاة أديتو لأنه يجي مردو شاوك نوجه كاني تبران صلاة دانوي أول واجبة. أما الشاش وشرطها شاكي صلاة دانويش كغيرها وكو نوجه كاني تروايا أري كغيرها، يعني وكو صلاة دانوي نوجه كاني تروايا. أما مصالي رب شكي شكي نسمع أي كالطهارة وستر العورة. أها شرطك دبرا وأها وعوشت، يعني الدبي أوانا شهبن أو حاربين. ويزيد تقديم الغسل، وليرد أو إضافة كذا بمرد وكبلا وشور دراب جاني وجا كيب كي حاربين. وأن لا يتقدم على الجنازة وشتا بمرد وكا كرد أن يشخينك بيج نكب بس الجنازة كا أقر جنازة كا حاضر بينا جبو أو بو جنازة غائبني جنازة غائب هالجوري بيتو أن يجبوك. وتكره قبل الكفن، آية برل وكفن كريه كريه نوجه كيف يلا مكروها قواته برل شوردن هر نعبي. أما لدواي شوردن ويشتا كفن نكرا ومكروها، فإذا قد نوجه كيف برل يكوب يكي أنجامي بي مثلا بي شويتو كفني كي أمرا نوجه كيف خواني دي أول شرطة كان بو بشاش بو شون لولو واجباتك يحوتن ونبو نية قيام أما دوان، أربع تكبيرات أما سيان، فاتحة أما شوار، صلاة للنبي أما بينج، أدنى الدعاء بومردوك أما شش، فتسليمه أولى أما حود وحود كمانوتو. فإن مات في بئر أو تحت هدم وتعذر إخراجه وغسله لم يصلى عليه. فذكر كسي لبير يشتيك مرد يا لجرم على الرخاوي كمرد يتمسى الرخاوي من بولانا شو هلو جرابو وتعذر إخراجه نما تواني داري بيرينو بغي أولو وتعذر إخراجه وغسله ندكرا داري بيرينو بشورين لم يصلى عليه نوشي ناكريت حاربي آوة تاني بخن كيو ندو زريتو شودان. ومن سبقه الإمام ببعض التكبيرات أحرم. وأجر كسيك مثلا درنج بنيوجا كابقا بجوريك إمامك بعض إلا الله أكبر كان يكردو يجعو هاتو يا مثلا أحرم ونيوجك داء بسي وقرأ قراءاتي خويدة سبيئك وراعى في الذكري ترتيب نفسه لذكر دا ترتيب نفسي خوي هناك هناك ترتيب إمامك لنيوجا كان يترى تؤشى ترتيب إمام رعايات كي ليرى ترتيب إمام رعاينا ترتيب خوي رعايات. فإذا سلم الإمام جاء قرهات إمام صلاوي دايوة كبر على كبر ما بقي باقي الله أكبر كاني خويك أمينة وشني ماوا أو الله أكبر خوي تواك ويأتي بذكره وذكر خويك ثم يسلم أمجي بخوي صلاة أداته ولد ويك الحمية ويندب ألا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق صلاته. مثلا ممكن قال الإمام صلاة وبات وخيرا دزبنا جنازك بلام ليواك كسان يقبيني كمسبوق درنك تربى نيوجكا راقيون ما بيانا نيوجكا
الله وا من دوب الجنازه كبر جو نكري لجي خوي لا نبري تا مسبوخه كج نوجي تاودك. فلو كبر الامام عقب تكبيرته الاولى كبر معه بلا ما قال امام مثلا الله اكبر كردبي عقب تكبيرته الاولى يعني دعاء الله اكبر اول كي الله اكبر تري كردبي او كان الله اكبر نوجدا بستنبو مثلا حالبي كبر معه لقال الله اكبرك وحصلت هردو تكبيرك يبو دي ندي او الله اكبرك اخر يما مثلا كانوا دارين نوجي مردو او نيتي لي تيرين وارين الله اكبر دعاء الله اكبر يا كمان الله اكبر تحرم سوره فاتحه اخواني دعاء ويك سوره فاتحه ما خل وبارد ومدز برزكينو الله اكبرك كين دعاء وصلوات لي ادين جاي سمواق يعني اضي. فلو كبر الامام عقب تكبيرته الاولى يعني الدعاء الله اكبر يا كما كي او امام الله اكبر دوامي كرت كبر معه مثلا اما امومشا الله اكبر كالق الامامك ولبم الله اكبر كريتي حصلتا باشا هردو الله اكبر كي بوس حاصل ابنهم الله اكبر كان يشقي بدا بستوا هم الله ام الله اكبر دو مجوى امام كرديتي وسقط عنه القراءه يعني قراءتي لسرنيه حالبي يعني ما سوى امام او اخوان دو سوره فاتحه اخوان دو باشا بو بارد وام ام لو كاتا واقاتا او امام الله اكبر ام جهم دم لقال اون يجا قدها بس الله اكبرك حالبي لقال او دسكا بصلاه اللي دان لقال امامه ايت قراءتك اي ساقد دبي يعني ايت وكشون كسكي مسبوغ لن يجي ترى سوره فاتحه كان اخواني ما مثلا شوار تكبيره الاحرام مش شامل للبيت بتكبيره الاحرام ولو كب ولو كبر وهو في الفاتحه قطعها وتابع باشا ولو كبر يعني اجر هاتو مامومك الله اكبر كر وهو امامك لسوره فاتحه ابو باشا ولو كبر الامام أري أجر إمامك الله أكبر وهو مأمومك مأموم مسبوقك إيش تعالى فاتحة دابو قطعها يعني مأمومك فاتحة كدز ليها الأجريه وتابعه وكيف شن إمامك حاربي ولو كبر الإمام تكبيرة أجر إمام الله أكبرك كرد فلم يكبرها المأموم مأموم أو الله أكبر ينكر حتى كبر الإمام تا إمام الله أكبر ترأكا بعد هذا وياه بطل صلاته نجم أمك باطل ذبي أو حالب ومن صلى يندب له ألا يعيد كثي أجن يجي أو مرد يخوان بوابه مندوبك يتنى إخوانيته يعادينا كاتو ومن فاتته صلى على القبر إن كان يوم موته بالغا عاقلا وإلا فلا وأجر كثي أو نجي مرد ويا لذا درشو أتواني لسر قبرك شيء أو نجي مرد وإخواني أجر روجي مردنا كي بالغ عاقل بوبي أو الروجن أو مردوة وبالغ عاقل بوبي فريانا كوتوي لو مزجون يجيك إخواني أتواني لدوايشة صار دواي وش يلا سرق برقي بإخواني أجا الروج بالغ بلا ما قال الروج هو من عقل بوبيتي بالغ عاقل نبوبيتي يا أصلا هاد نبوبيتي أو ديار إستاش كقبركي هيا نبي نيجي لسركي مسائس كاني هيج مسلمان هيك حقيقيه نيوجي مردو لسرك يا غمر خواني دلودي قايل سن لا خبرك بوشي چونك اويك استهيا ما غير خدري زينه غير ما بي هيج كاس هيك مثلا لو كاتاناك يا غمر لحياته ابو دلودي قايل سن بي او لحظه كفي غمر وفاتك لو كان نبوه هل مانيك استهيا ويجوز على الغائب عن البلد يعني نيوجي مردو درستا لسر مردو يقبخ وين يكمردو غائب لشاره لولاته وإن قربت مسافته با مسافة كي مثلا نزيق به بلين ولا مثلا أو مردو بلين لقيلسون مثلا لتموغية مثلا نزيق إيشا ولا تعني بيخن ولا يجوز على غائب في البلد بلين لسر غائب في البلدنا مثلا نو شاركا سلي رأيين مثلا فلان مزقود لبيا كسي مردوه تولى مزغوتك اي خوت وك او هاله مزغوتك اي خوان تولى رونيو جي بخني دروزنيه اگر گراكتر نشخني چوبو اوي حربي او غائب في البلد ولو وجد بعض من تيقن موته غسل وكفن وصلي عليه واگر وجير كبعزك
لا كاس يعني بعزق لجستي كاسي كموتكي متقينة مثلا كابرا لتقين ويكا مثلا بدني لتو كدبوا دعي أو كتش جنازي بكرة أو كابرا بخاك سبير دراوا باشا يا هرب يقيني جوا كمردوا لو كاتدا شيء مثلا أو شوينا إذا لاقيك قام كيك مثلا شوينك لجستي أو مردوا أدوزيتو شيب كيلوا غسل دشور دريا وكفنا كفنج ذكري وصلي عليه حالبي ونجي لصدق من دي ما مستعبا مثلا لك بشتي دا مثلا قام كل الدبيا دبيا وكاري بكي نعم أخوي بمري لو وجد بعض من تيقين موته بعض لجستي كسي كبيقين مردوها نعم لو اي حالهم ولي مثلا دلم يوا مثلا قام كل الدبيا قام ككي دبيا بره أخوة أودي بيتش أواني شي نامي أنا هل ذكرت جير خوالش ديكو ويحرم غسل الشهيد ولأواشي دبوتا لكويدا بخاك دسبير دي رنقا هر بخريتا نيو وريابا جاء أماد قبر دن ريو أهل نازان موا دبو ويبوتا إيش نوتو الأخوار ويوي لسر أوي نوتو ولا أوي الله مرة ما شاد دبوتا يكا باشي من بعزة دوز يمانو أو هل بها بواني كانوا شيتي ودفن وجوبا في الجميع ويود ودفن وجوبا في الجميع في الجميع في الجميع أخو باش شون في الجميع باش شب في ما بينا وجميع كنا وهم وكا هل بخريتنا أو يعني بيبنو أو شو هل يعني مثلا سن الشيشي باس كردو يعني ها يعني حد قسمتي كبيني وهد زوزي كبيني و هل دفن ذكر دريا هل دفن ذكر برام لكوا دفن كري ودوتي في الجميع دي خوب دبي هرب بريتو بناي أوي شو لما شو قبر دوباره نبش كريتوش بيماني نبش قبرين ويحرم غسل الشهيد والصلاة عليه وحرام الشوردني شهيد ونيجي إلى سلكري أو دواري نابي أنجام دري وهو شهيد كي من مات في معركة الكفار يعني لمعركة لميدان كفار مردوة بسبب قتالهم ببوني شركو فتنزع عنه ثياب الحرب فاز اولي باسي كبو شرك لبري بو لبري دادا كندريو كذريو شتيوا في شك دانو تزعن ثم الافضل افضل ان يدفن ببقيه ثيابه الملطخه بالدم فاشان افضل وايا كدفن كريا ببقيه لباسكي واولي باسي كالو دبخوين بو حالم وللولي نزعها وتكفينه بلام ولي أتواني أو لباس خواناوي يعني لبرداكني باشا كفني بك بلام وقوت من شورينكي ناكري وشورينكي حرام بجي ويخير بقاتي قناحت قاتي والسقطو إن بكا أو اختلجا سقط يعني منالي لبارشو منالي أما سقطي يا عرب داور سقط أبي سقط يعني منالي لبارشو جنين اگر وقت دا کوي لدای ک کادي تقاره بگري او اختل جيا حركي ببي وبجوله فحكمه حكم الكبير دعي او بمري او حكمه حكم كبيره يعني هر شوارش تكي بو واجبه والا اگر وقت دا کوي لدای کی نگري اختلاج جله خو نشان ندا تفكر فان بلغ 24 اگر مثلا شوارمان بو بوجوره لدای قبوبه أو غسل دشوار دري ولم يصلى عليه نوش قرق ناوي وإلا أقر هاتو نقيبو بشوار وجب دفنه واجب دفن كري فقط يعني يتنى شوار دي قرق كونا باري كفن وبدأ كفني هلا قرق بيشتكي تيو بيتشي وليبادر بالدفن بعد الصلاة بعد واي أوي كان يوجه كمان خيرا دسكين بخاك سباردني دفني كين ولا ينتظر إلا الولي إن قربه وشاورواني هيش كسي ناكر مقر ولي مردوكا أو جاق النزيق به مثلا ناكر شو أنك يزور دور به ولم يخشى تغير الميت وترسي أو ما النبي مثلا تا أوديته مردوكا بقواره وقال لي مثلا أولا شو أنك خارجه يعني شو أنك دوره مثلا دوسي روجي بيشي تاقاته إيره حالبي أو مردو داني أقوار ده نابي ما طلي أو بيوغت ولا أجر نزيق بيده بما تليبي ولا أفضله
أن يحمل الجنازة تارة أربعة من قوائمها وتارة خمسة. أفضل وايك حمل جنازة كبك جاري جاري وهي شوار شوار لك لا قوائمي مردوكا على من قوائمها قوائم شيء تابوتك به أو قوائم ها أو هنا كينيا برين أو هل دولاي هيا هل لا يقدو سري هيا مثلا أجر شوار شيء تجاري أو لا يك إيريك أو حمليكا وجاري وشيء بيتا بينش بينجك يك كلو لبريا ومثلا والخامس يكون بين العمودين المقدمين أو خامس لبين أو دو عمود مقدمة كعبسه يكلو لا يكلو لا أو كروكات الروشنك أو أبسه ويندب الإسراع فوق العادة دون الخبابي باشا إسراع فوق العادة يعني سرعة يقل جر عادته مثلا إنسان للرئة الرواء عادة نوع الروشنية بلا فوق العادة الروشنك تنتربي لويك عادة أنجامي أدي نقا تحدي خباب كراكر دنة حاربي جا كي آوى إسراعك إن لم يضر الميتة أجر لصورتك إسلاعك زلالي بومرد وكنوي بلاي مثلا بشلقي وآواج والكلاب ولي وإن خيف انفجاره زيد على الإسراع أما أجر ترثي انفجاري مرد وكمان ببي أول لسر إسراع إزافة الأروين يعني وكو بلاي بقابة خبب حالبي ممكن نزاري وآية مرد وكا زور دماسي أو ماسي ناقا تحدي انفجاري يعني وآية بتقي أري والله ده تقي بيستوما وما سوت ويانا ولا إما فلانا كسيك أو مردو أو نو أو نماسي و مثلا ما نتقبل بردكان من داوا بسريا لو كاتبين قلب يكتقي نالي لي وهاتو وحالو أوايا مثلا دلع أجر كسي لنا وخلك عيا أجلسون بخواب القرآن وأنا ددري عالبي أو هذا تقيدي إنه مصايغز جيب بستي نيالي باي والله جاء ويدتي شيء قرا ويندب للرجال اتباعها الى الدفن بقربها ومندوب بو بياوان اتباع مردو كبكان يعني بدوا جنازه كبرون باشا الى الدفن بقربها جاء واري اري يندب للرجال بو بياوان مندوبه اتباعي كان بلاي دفنكي يعني هتا بالي بشن بلاي دفنك بلاي بخاكس باني بقربها بقرب جنازك يعني لنزيك جنازك وابن بحيث ينسب إليها بجوري نسبة دري بلاي بلاي والله عمان لقل أو جنازة والأفضل أن يكون إمامها شون أمامها أمامها أفضل وعي وقتك الروشتي جنازة قال دوا بيو تولى بر جنازة كوب لأن المشيعة شافع مشيعة مشيعة كتش جنازة شافع ومن حق الشافع أن يكون أمام المشفوع له يعني تقريبا أو بيا وتش جنازة أو سنة أو نبايخ بيا دراوة أو أنا وامر دوا كتشيعة كان لقى جنازة كاتشن بو قبران بشافع حساون يعني خواي قورا شفاعتي أو أنا قبولك عربي در حقبه ده شافع مثلا سنية كسي هل تشبيه نوع لإنسان كان كارك خرابي عليه كسي أنجام دعوة إما بتشن نفر عشان تكايبوا أكين أبي أما خو ما نبرو عشان بوا أو مالا أو إذا دعوة معنا أبي أما مثلا قبرستان هواية إما أيوين اللي مثلا بوا خاكي إسبرين تحويل إخوية دي دي أمجا أهم وخلك بشفاعة شون بوا خلك كلا بيشي جنازة كوا برون بلا قبرك وأوش بدو إخوانا بيرا ويكره اتباعها بنارين يعني أوري بدوا دا هالكي مثلا مكروها يا والبخوري في المجمرة يا بخور دا قرسيني لمجمرة دا مجمرة ونيا وقافي ونيا الله أسبانر أوري تبدل أوا حالي سوري الله مكروها مجمرة يعني أوردان أو اشتكيتي كان موادك كان سريع كنا كريه لقلوش دروس كريه أوا وكذا عند الدفن وهربوا جوري لكاتي دفني جدا يعني مثلا لكاتي دفنا بيني اور هلكي ليواو بخور بسوتياني او جورشتان بكي او انا شر مكروها
والله نازانم بو ايوا چون احتمالا الوقت كا بي وابيه كمردو كبويه كي كرد بي وانو او اشتبول انا كنت في مكيله فاي روسي نا والله بس انا تايره ما فهمش ها